السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت التطورات في سيناء لغاية دلوقتي يعني لم تردنا الأنباء الجديدة عنها، وزي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل أننا هننتظر ما يصدر من بيانات رسمية إذا كنا عايزين فعلا أن احنا نطمئن. آخر حاجة كان قالها المتحدث العسكري كان قال أن العمليات ما زالت جارية في شمال سيناء. لقاء مؤجل من الأسبوع الماضي بين اتنين الحقيقة من أحب الناس إلى قلبي، رغم أن أنا ما بلتقيهمش وجها لوجه، ولكن كل واحد في مجاله علامة فارقة في مصر، ليس فقط فنيا ولكن في دروب الحياة المختلفة. الموزع الموسيقي والملحن الجميل الأستاذ حميد الشاعري، أهلا بيك منورنا. أهلا سلام. والمبدع ومؤلف الأغاني النجم الأستاذ أيمن بهجت قمر، أهلا بحضرتك. يعني خلينا كده قبل ما نروح إننا نتكلم فيما هو كان مقرر لي وأجلناه من الأسبوع اللي فات نظرا للأحداث، نقول إن النهاردة عندنا اللي بيحصل جوه مصر واللي بيحصل بقى جوه المنطقة العربية بشكل عام، أنت شايفه إزاي؟ أنا ما سمعتش وجهة نظرك قبل كده in public، يعني الأحداث الحاصلة، الأحداث الإرهابية اللي حاصلة بهذا الانتشار السريع للإرهاب. يعني من وجهة نظر الشخصية مخطط شخص جدا، فشلوا إن هم يطبقوه في مصر، اتجهوا لليبيا واليمن يعني أنا ده وجهة نظر أنا، إن مصر دولة مؤسسات، جيش وشرطة ويعني في مؤسسات وهيئات كثيرة جدا. ازاي البيئة خصبة قوي كده انها تستقبل كل ده، وان فجأة نتحول يبقى عندنا هذا الكم من المتطرفين في وسطنا وما كناش شايفينهم بشكل مفاجأة؟ والله يا سلام، والله مفاجأة بجد. يعني فوجئت انت بهذا الكم؟ طبعا كنا عارفين انهم موجودين بس مش كتير قوي كده. مش بالطريقة دي وبالطريقة اللي هم يعني النفس تبقى كده، يعني بالنسبة لهم شيء يعني مفاجأة غريبة. يعني مصر يعني 7000 سنة حضارة، ومصر يعني في الثلاثينات أو العشرينات كانت بلد الألف مأزنها، يعني القاهرة بلد النهاردة زمان عدت 30,000 دلوقتي ولا 40,000. يعني مش عارف هم يعني وجهة نظر شخصية سمع إن هم حصروا الدين عندهم بس والعالم كله يعني هم القاري. الموضوع يعني انت موضوع شايفه موضوع دين ولا شايف ان هو موضوع تحقيق مكاسب والدين هو وسيله كده واداه في ايديهم؟ اداه طبعا. هي طبعا اداه زي ما حميد بيقول، بس انا شايف برضو حضرتك ان ده نتاج تعليم سيء من سنين طويله. صحيح. نتاج امام في الجامع متطرف طول الوقت بيشحن الناس على الكراهيه وعلى الحقد وعلى ان هو دايما يعني حتى لما انا لسه كنت قريب لغايه قريب حتى بعد ثوره 30 يونيو جيت اصلي الجمعه في جامع لقيت الامام بيقول والاعلاميين اللي بياخدوا على قلبهم قد كده، ورحت واخد بعضي وطالع. طبعا طبعا عشان قد كده مش مثلا انا مش اعلامي يعني. لا انا بتكلم بس على ايه، ان هو طول الوقت بيشحن الناس ضد الكراهيه وضد انه يبص لارزاق الناس وضد ان هو يشحنهم. فطبعا الامام الجامع طبعا التعليم، المدرس بيبقى مريض نفسيا بياخد كان مرتبات ضعيفه جدا، بيطلع جيل مريض، بيطلع جيل بلا وجهه نظر، جيل يقدر. طب امال ازاي خرج ارهابيين داعش من قلب اوروبا؟ لا يعني برضو ده موضوع دي تبقى ناس اعتقد انها موتوره نفسيا، ناس مريضه نفسيا، ارتزاق او ارتزاق او مؤامرات طبعا. يعني في كده وفي كده، لكن مش ممكن تبقى قناعات انسان طبيعي ان هو يقتل الناس الابرياء. يعني ده شيء غريب جدا يعني، ودول ذنبهم عند ربنا اكبر من اي انسان طبيعي ممكن يكون بيعصى ربنا، لانه هو بيسيء للدين. يعني فوق انه بيقتل نفس، هو بيسيء للدين اساسا. يعني هو اساء يعني طبعا اساسا اساء خلاص. يعني كنا بنعرض في بدايه الحلقه كده فيديو من ليبيا لمجموعه من الارهابيين التكفيريين وهم داخلين على مقابر الكومنولث اللي موجوده هناك بتاعت ضحايا الحرب العالميه الثانيه. شفت يمكن انت الفيديو ده، وهم بيكسروا شهود القبور وبيكسروا الصليب اللي محطوط، وفي نفس الوقت ما زال العالم الغربي اللي هو المفروض ان هو ديانته المسيحيه بيدافع عن هؤلاء. ما هو مخطط يا اسامه، يعني الموضوع مخطط يعني عارف مش عارف اوصل يعني لازم نتفتت يعني دلوقتي. يعني انا ليه وجهه نظر في الموضوع ده، ان هم يعني مثلا التيارات الاسلاميه السابقه ما قدروش على المؤسسات فصنعوا دوله اسمها دولة إسلامية، دولة داعش يعني، فاهم ازاي؟ وتبقى ليها سلاح وليها مؤسسات وسيطروا مش عارف على الموصل وسيطروا مش عارف ايه وسيطروا يعني عارف انت. انا لو عميل امريكي مش هطلع اقول لك انا امريكي،
انا مش هقول، مش هطلع اقول لك انا اللي بمولهم، مش هطلع اقول في الاعلام انا بمولهم، لا عاش جوب ودين وابعت طياراته يعني. الموضوع ده وجهه نظر شخصيه، وتسويقهم باين في الميديا كمان يعني، هو باين ان في نوع من التسويق اللي هم بيعملوه، التصوير والقتل ناس بالعربيات يمشوا يقتلوا فيهم ده بعضلات، والكادر بيبقى مظبوط قوي خد بالك يعني، في ناس متخصصه في الكادر يعني، متخصصة الكادر بيبقى مظبوط قوي والإضاءة مظبوطة يعني. موضوع كل واحد ليه وجهة نظر، أنا شايف إن هم طيار مستحدث ضد طيار كان موجود مع سلاح، طيار مستحدث ضد طيار مكان، مكان طيار كان موجود مكانه ما كانش معاه سلاح يعني، ما كانش معاه سلاح. هم بيأدبونا بقى دلوقتي، الله نأدبكم بقى يعني، عارف السيناريوهات عدة سيناريوهات بتبقى يعني، تعرف يعني المخابرات الأمريكية ليها عدة سيناريوهات، سيناريو واحد ده فشل، ده فشل عنده التاني وعنده التالت، وهو عنده الوقت، عنده رفاهية الوقت، ما عندوش مشكلة إن هو السيناريو ياخد منه 10 سنين بالظبط، النظرة بالظبط، النظرة بتبقى دايما مستقبلية مش دلوقتي. طب الصحة في شمال سيناء حطت الأرقام الرسمية لغاية دلوقتي إلى 25 شهيد و36 مصاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نتكلم في موضوعنا حميد، أنت استقلت من جمعية المؤلفين والملحنين ووقعت لشركة أريبيان نايتس اللي عملها أيمن بهجة أمر. أيمن وزملائي، مجموعة من زملائي، أيمن نجوم الأغنية في مصر، وليد سعد، وليد سعد وأمير طعيمة ومحمد يحيى وعبد الله وخالد عز ومحمود طلعت وحسن عطية ووليد صبري، ومعانا بقى تقريبا جيل الشباب والمؤلفين والملحنين والموزعين كلهم. طيب ما استقالتكم من جمعية المؤلفين والملحنين أو مع التوقع في زيادة الناس في انضمامها الأريبيان نايتس، هل ده معناه أن جمعية المؤلفين رايتس أريبيان رايتس نايتس نايتس أحلى؟ أيوة ده في الصيف بعدين هي مش ده معناه أن جمعية المؤلفين والملحنين هتنهار؟ لا مش تنهار، هو يعني هو الفنان بيدور على حد يجيب مكان حقوقه بس. انا عايز اشرح، ملناش عداوه مع حد خالص بالظبط يعني. انا عايز اشرح استاذ اسامه، هو جمعيه المؤلفين والملحنين الكل اللي فيها اساتذتنا واخواتنا وحبايبنا يعني كلنا لحد دلوقتي في ما بيننا علاقات صداقه وموده ومحبه، ولكن الجمعيه دي عباره عن وكيل لشركه السسام الفرنسيه اللي في فرنسا. شركة السسام دي احنا كلنا اعضاء فيها، انا وحميد وكل فنانين مصر اعضاء في السسام الفرنسية، لان هي المنوط بيها ان هي تجيب لنا حقوقنا من العالم كله. ووكيلها في مصر هي الجمعية الساسيرودي، فوكيلها في مصر ده اللي بيجيب من القنوات المصرية اللي في مصر، السسام بيجيب من العالم كله. فاحنا كان طبعا معظم شغلنا احنا من مصر يعني، احنا الوطن العربي اساسا محدش بيدفع غالبا حاجه، معظمهم خصوصا في الخليج لسه ما بيدفعولناش الحقوق دي، بس ان شاء الله في الوقت الجاي احنا شغالين على ان احنا نقدر نحصل الحقوق دي. لكن في مصر كان دايما السؤال اللي بيننا وما بين الجمعيه هو انتوا بتوزعوا الفلوس ازاي يعني، هل في بلاي ليست بتيجي من القنوات، هل في تسعيره معموله للاغنيه؟ فما كانش في اجابه لهذا السؤال، كان في نظم قديمه كانت محتاجه انها تتحدث، ما بتتكلمش طبعا في زمن حد يعني. فاحنا كشباب رحنا قلنا لا احنا هنمشي من خارج هذه المنظومه، احنا عايزين نعمل شيء مختلف مستحيل. وعملنا نظام جديد بقى، هو ده اللي بيخلي حميد الشاعري بقيمته وتاريخه يجي ينضم الينا. النهارده احنا عملنا ان الاغنيه، انا براقب قناه القاهره والناس مثلا وانا متفق معاها ان الاغنيه هتبقى بجنيه، والله انا براقبها باحدث اليه موجوده دلوقتي يعني اليه تكنولوجيه، بنقدر نراقب ببصمة الصوت الأغنية. إحنا عندنا كل شغل حميد في الشركة، وبنراقب المحطة أول ما أغنية حميد بتيجي هو بيقراها وبيقول إنها اتذاعت الساعة كذا وبينزل له حساباته. طورنا ده، إحنا عملنا موبايل أبليكيشن، فالنهاردة حميد وهو قاعد في بيته بيقدر يخش أونلاين يشوف القنوات اللي إحنا متعاقدين معاها دي بتذاع له شغله فين، وهو يقدر كمان يقارن ما بين، يجيب القناة ويقدر يقارن يعني. ومبرمجين الموبايل ابلكيشن ده بكل تسعيره للمحطه، فبيطلع له توتال شغله يوميا. احنا هدفنا كمان مش هدفنا بس ان انا وحميد والزملاء ناخد، هدفنا ان ده يبقى مشروع قومي حقوق. النهارده لو الدوله قدرت كل القنوات يعني مشروع قومي ما ينطبقش فقط على الموسيقى والغناء، لا هينطبق على لا هو مشروع قومي على اسر كتيره يمكن النهارده ما بقالهمش حد بيشتغل في الفن، ولكن اهاليهم كانوا عاملين تاريخ محترم والنهارده هم ظروفهم صعبه. النهارده هذا النظام لو حضرتك جبت كل القنوات اللي بتطلع من نايل سات وخدنا حقوقنا احنا مش هنستلف ولا هنشحت ولا هنحمل للدوله، لو كل محطه دفعت الحقوق دي هتبص لها حضرتك احنا على الموبايل ابلكيشن ده نقدر ننزل لكل اسره، لكل فنان، لكل واحد عايش متوفى
هننزله فلوس يوميا، فانت حليت مشاكل شوف ملايين الاسر اللي في مصر النهارده. فهو ده الموضوع، عشان ده كده ده السبب اللي بيخلي الفنان حميد الشاعري ان هو نظام جديد احنا عملناه، والدوله كمان بتسندنا الحمد لله فيه. يعني احنا عاملين الايام دي في فريق من وزاره التخطيط والتنميه والاصلاح الاداري بيشتغلوا معانا على تطوير هذه الامور طبعًا. بشكل شفافية، احنا معلش على راسنا بطحه، يعني احنا في الاخر مش رجال عايزين نكسب من ورا الموضوع، احنا عايزين حقوقنا رقم واحد بالظبط. وده يعني دايما بنقوله من حظ الجيل ده استاذ سامر كايما. يعني مثلا اغنيه، يعني في اغنيه مثلا، يعني انا مش بقول، انا بقول مثلا ان انا حاجه تخصت من السنه زي جلجلي مثلا ولا مليم، الناس كلها بتزعقها وبت ولا قرش، يعني من 88 الى الان ولا قرش من جمعيه التصاصيم اللي انا استاذ رول اللي انا متعاقد معاها تحصل لي حقوقي. المفروض تحصلها من قنوات الاذاعه والتلفزيون ما انا متعاقد معاها عشان كده، يعني انا متعاقد مع سيزرو عشان لا ايه تاني غير الاذاعه والتلفزيون، يعني في الكافيهات والمحلات وكمان الكافيهات والفرح دي جي حفلات كل الكافيهات ده علن، ده قانون دولي مش احنا مخترعينه وموجود في قانون مصر. يعني انا عايز افهم، يعني انا اعرف ان زمان الراجل اللي هو الدي جي ده ده اختصار ديسك جوكي، ايوه ده بيعمل بلاي ليست. فالديسك جوكي ده شغلته ان هو ياخد الديسك ديت او الاغنيه دي ويعمل لها بروموشن فتنتشر وتشتهر، وبيجي بيقول له ناس المفروض في رقابه بيكون واحد بيقدم بلاي ليست للاماكن اللي النهارده بس النهارده كذا وكذا وكذا وكذا. لا انا قصدي يعني كان ده شيء مطلوب جدا من اصحاب الحقوق، ان يبقى هؤلاء المذيعين في الاذاعه وما الى ذلك ان هم ياخدوا الموسيقى دي عشان خاطر يوصلوها للناس فتنجح فتشتري الناس بالظبط. هي النهارده يمكن عشان عدم وجود سوق ولا كاسيت ولا اسطوانه في البيع في السوق خلاص، صحيح صحيح هو ده اللي خلاكم بتدوروا على الحقوق من الاتجاه ده. لا ما كناش ما كناش في التخيل ان احنا الوعدين في البيت، بس هي قضيه الاغنيه ما كانش في التخيل ده خالص، يعني سبعينات او ثمانينات او اول الداونلود والحاجات دي طبعا ما كانش في التخيل خالص، والعقود ما فيهاش الاشياء دي. يعني مثلا انا متعاقد مثلا مع شركه ما مثلا، العقد مدته 6 سنين مقابل كذا كذا، وفي انتهاء هذا العقد ينتهي، يعني هو لما ينتهي العقد خلاص حميد خلاص، لكن الغني تفضل بتاعته يعني ما فهمني زي ولا لا؟ يعني الانتهاء يعني هو المفروض انها تكون مؤلف يعني وملحن ليس فقط للشركه المنتجه. طبعا طبعا دي حقوق ده كده العالم كله، ده العالم كله طبعاً. ممكن تعمل اغنيه واحده بره تعيش عليها طول عمرك تجيب لك ايرادات من بسبب انها نجحت، وناس كتير يا اسامه يمكن يعني اغاني كتير ومشهوره عالميين صاحب الاغنيه الواحده. واحنا على فكره في مصر طبق الموضوع، يعني احنا فعليا مش بندور على تطبيقه، لا احنا تعاقدنا فعلا مع قنوات وحصلنا منها حقوق وفضلنا اعضاء في السسام، بس في العالم كله يعني احنا في السسام دي في العالم كله ما عدا مصر مش سيزرو. في مصر هنا احنا اعضاء في شركتنا عشان هي اللي بتشتغل بالنظام اللي هو اللي انا بقول لحضرتك عليه ده بالظبط. انا قاعد بسمع الاسطوانه بتاعتي في العربيه مش الاقي لا العربيه لا العربيه لا ان انت دافع فلوس الاسطوانه. طب هو هنا دافع فلوس الاسطوانه، هو النهارده ما بقتش الاسطوانه حاجه موجوده وافيلبل مش ما بقتش ما هو البديل حص. البديل بقى البدائل يعني التناول للاغنيه اختلف، التناول السوق اختلف بقى الداونلود داونلود الداونلود ده احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي، هي ما بعد العقود والحاجات دي الداونلود. انت النهارده هتحاسب مين؟ صاحب الموقع اللي بيوفر للناس هذه الاغنيه وهل اصحاب المواقع دي مش معظمهم هنقفل الموقع يفتح لك موقع تاني تمام، هتقفل ده يفتح لك ده هتقفل ده كانت بتوع السينما اشطر لو واحد نزلها بالظبط كده. فهو الحل يعني قعدنا مع ايمن وقعدنا يعني بام قتلته بحث الحل بسيط جدا يا اسامه، يعني في منتهى البساطه ان شركات النت اللي بتدي تصريح لليوزر انه يخش على اليوتيوب يخش على المواقع يدينا نص جنيه على كل مشترك، نص جنيه يعني انت تاخد منه 100 جنيه في 100 جنيه في الشهر اديني 100 جنيه ونص، يعني النص جنيه يروح لنا احنا او جنيه نص يروح للشركه اللي هي تطور الخدمه بتاعتها. طب هو هيدي نص جنيه للموسيقيين نعم وهيدي نص جنيه للسينمائيين، لا احنا بقى دي لائحه داخليه كده مختلف مع حميد بس في دي يعني هتبقى لائحه داخليه يعني لائحه داخليه هتكون يعني احنا بس ادونا يعني كل اصحاب الحقوق ياخدوا نص جنيه في المستخدم وفي لائحه داخليه بتنظم بقى الموضوع ده كله اللي هو الابلكيشن الاغنيه دي كده الداونلود ده كده يعني في يعني هو احنا عشان ما نتكلمش في التفاصيل نعم. احنا الايام دي بنجتمع مع شركات، كنا قاعدين مع رئيس مجلس اداره تي اي داتا نائب المصريه للاتصالات مع مساعد وزير التخطيط للتكنولوجيا باشمهندس مصطفى غالي، يعني قاعدين بنعمل اجتماعات وبنقدم تصور حميد وتصورات اخرى بحيث ان احنا نوصل للشكل اللي يقدر ما نجيش على صناعه على حساب صناعه، يعني ان احنا نقدر كل صاحب حق
ياخد حقوق. طب انا هستوضح النقطه دي منك، بس معايا على التليفون الفنان هشام عباس. اهلا بحضرتك. الو، مساء الخير. مساء الخير يا هشام. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ اسامه؟ ازي حميد وايمن؟ ازيكم؟ ازيك يا هشام. انضمت لهم طبعا في اريبيان رايتس اللي انا سميتها اريبيان نايتس. انضميت يا استاذ هشام مش كده؟ ولا لسه؟ لا لسه ما انضمتش. لسه ما انضمتش. طبعا انا واحد معاصر الموضوع من زمان، يعني من اول ما ايمن ابتدى فيه وانا بشجعه يعني. يا هشام كمان اهدانا جهاز كمبيوتر وساهم معانا في ال يعني. طب ما هو هشام عباس للناس اللي ما يعرفوش، هو راجل بتاع اي تي قوي جدا، تكنولوجي متطور جدا. فبالتالي شايف من الممكن ان الموضوع ده يتم تطبيقه بجد وياخد شكل جاد جدا، يحفظ الحقوق من ناحيه ويكبر الصناعه اللي احنا عمالين بنتكلم، بنقول قوى مصر الناعمه، لكن لما نيجي عند حقوقها بنروح نقول لا معلش خليها ناعمه في الحته دي كمان. يا فندم ده اكيد طبعا، ده اوريدي حصل في البلاد في اوروبا وفي امريكا وفي بلاد كتير في العالم، يعني مش اول مره عندنا. هو المفروض ان احنا هم يعني احنا متاخرين جدا عنهم. انا زمان يعني حوالي مثلا 7-8 سنين عملت حفله في ألبرت هول، وجم الاداره بتاعه ألبرت هول قالوا لي لو سمحت اكتب لنا البروجرام بتاعك اللي انت هتغنيه، واكتب الملحن المؤلف والشركه المنتجه علشان في حقوق لازم توصل لهم. فالموضوع ده يعني ده حقق اداء علني. طب ده ألبرت هول لان هم يعني ناس محترفين قوي، لكن النهارده الصناعه لازم نبقى محترفين زي انا قصدي احنا لازم نكون محترفين. الصناعه عالميا ما قدرتش تقف قدام نابستر على سبيل المثال، الا لما راحت دفعت لنابستر وحولت الموديل بتاعه، فطلع له بدل نابستر التورنتس، وطلع له كل الحاجات اللي هي يعني بتغير المسار ده مهما حاولوا يتحكموا فيها عالميا. وهي دي النقطه اللي انا بقولها يا اسامه، يعني يا هشام النقطه ان احنا مش هنقدر نحكمها. إن كل واحد يجتهد وبيعمل حاجة علشان ياخد حقه ويدي الناس الثانية اللي معايا حقوقهم، دي حاجة مهمة جدا وحاجة احنا لازم كلنا نقف ونشجعها. وما بالعكس يعني أنا بشجعها يا أستاذ هشام. بالعكس أنا اللي عايز أقوله هو إن أنا بشجعها، بس بقول إنها مش سهلة، دي صعبة. دي سهلة طبعا، بس طبعا عايز خالص اديني نص دقيقة أشرح كل حاجة صح، وكنت فيها كنترول بتبقى صعبة يعني. بس لازم نمسك السلم من أوله، ولازم نطلعه درجة درجة لغاية إن شاء الله ما نوصل يعني. وبعدين أيمن مش عايز كل حاجة بسرعة، الراجل أهو قاعد يعني نفس طويل وكل الناس اللي معانا فاسهم طويل وبياخدوا حاجة حبة حبة، بياخدوا حاجة وبيفرحوا باللي هم بياخدوه أول بأول. فيعني ربنا معاهم إن شاء الله. بشكر حضراتكم، مستنيين نشوفك في القاهرة 360. شكرا. ممكن بس أعقب على حاجة؟ فضل. احنا بنتكلم على شقين عشان ما نتلخبطش، احنا بنتكلم على شق الأداء العلني ده جزء، والشق بتاع مشكلة القرصنة جزء تاني. شق الأداء العلني هو فعليا مفعل في مصر، وفي قنوات كتيره جدا ابتدت كانت وما زالت، وفي قنوات ابتدت تشتغل على النظام الجديد اللي احنا حكينا لحضرتك عنه، فده ما فيهوش مشكله. احنا بس بنطلب من الدوله من النايل سات ان اي محطه بتاخد شارب بس لازم تتعاقد مع الجهات اللي هي المفروض تدفع حقوق هؤلاء الفنانين اللي بيتعرضوا. بالنسبه لهشام مش معانا بس هنا يعني، هل دي شغله النايل سات؟ يعني هل النهارده المفروض مثلا ان العرب سات يكون عامل كده؟ هل المفروض احنا بندور على المفتاح؟ احنا بنشوف فين المفتاح؟ لا انا قصدي القنوات بتقفل بره حضرتك. لا لو عند يعني لو ما دفعوش حق الاداء العلني حضرتك مش لازم يقفلوا يسحبوا الشغل منها. في كندا وامريكا مثلا لو نزلت على الداونلود وانت مش تمام، بس بيجي يخبطوا عليك. انا بتكلم هنا لان الاستاذ ايمن قال النايل سات، فانا بسال عشان خاطر ده في تنافس بين الاقمار الصناعيه وبعضها البعض. هل ده مطبق باقي الاقمار؟ فطبيعي انها يطبقوا. انا عارف اتكلم على مين، فاهم قصدك. هو والا احنا بنحط عليه لود مش المفروض نبقى بتاعه؟ لا هو مش لود، هو ما يصرحش. هو مش لود على قد ما احنا بنشوف المحبس فين. احنا عايزين نشوف مكان المحبس، مين اللي بيطلع شرط البس. هذا المكان هو اللي نروح نتكلم معاه. ليه؟ بره الدنيا عارف الحقوق، عارف ليه ايه وعليه ايه وما عندوش مشكله. احنا هنا بره على فكره في الكافيهات بيجي له يعني كذا شركه بتاخد منه حقوق الاداء العلني بتاع الفنانين، بياخدوا. انا اعرف واحد صاحبي في نيويورك بيجوا ياخدوا شركه بتاخد منه 1600 دولار في السنه، وشركه تانية بتاخد 1400 دولار في السنه.
ده كافيه واحد، فشوف حضرتك بياخده من كام كافيه هناك. فهناك في ثقافه او في وعي بالنسبه ان انا ادفع ده. هنا في بعض الناس اللي ادركت ده وعملته، وفي ناس بنتفاوض معاهم ما عندهمش مشكله. ولكن لما بنيجي نقول ده بنقول لان في ناس بيقول لك لا مش دافع، خش بقى معاه في قضايا. فانا عايز ابتدي بس افهمه الحقوق، انا مش بلزمه او مش بجبره، او مش عداوه، لكن لازم أو مش عداوه، عداوة. أو مش عداوة. زي ما هو ما بيجي يدفع الضرايب كده بمنتهى الحب عادي، هو لازم يعرف ان انا بما اني بذيع بيعمل ايه، معلش، بمنتهى الحب بيدفع الضرايب. دي فيها مجامله شويه. مجامله طبعا اكيد، بس انا بتكلم في فكره ان هو خلاص هيتعود ان هو، انا عارف هي مش مبالغ كبيره على فكره، يعني انت بتيجي تقول الاغنيه ب 10 جنيه اتفاق، هيحصل اتفاق 20 جنيه الاغنيه، ما فيهاش، ما بتعملش في الاخر مبالغ، ولكن بتفرق مع يعني 20 جنيه في قطعك ايمن مرة الاسبوع. اسف ايمن، يعني حته الاتفاق ديت هي اللي احنا عايزين نقعد فيها مع المنتجين، يعني احنا مش عايزين المنتج يخسر. يعني بنتكلم على الاذاعات يا حمد. طبعا والاذاعات كمان، ما الاذاعات، ما الاذاعه المنتج ليه حق فيها برضه، المنتج ليه حقوق ثانيه بقى في بالزبط. هو يديله الاستحقاق، النشر يعني، يديله حق الاستحقاق. يعني انا بقاعد، انا عندي قناه فضائيه، فكل مره هذه اغنيه هدفع 10 جنيه او 20 جنيه زي ما بتقول للملحن. ده حصل ملحن والشعر، وده احنا عاملينه مع القنوات والمؤلف والمنتج. على فكره احنا بنتفاوض معاكم، والمنتج هيجي لي تمام. يعني امان، يعني طارق نور يدفع ما عندوش مشاكل. طارق يعني هو راجل فنان، فبالتالي هو ايام الكاسيت، حضرتك ايام الكاسيت كان ممنوع ينزل كاسيت معلوش طبع الصاصين، عشان الطبع الميكانيكي، الطبع الميكانيكي ده حق تاني بالنسبه للمبيعات غير الاداء العالي. ان في حاجه الطبع الميكانيكي، يعني 8 قروش للملحن و8 قروش للمؤلف على شريط. نعم، ابو 10 اغاني مش مهم اي حاجه، بس هي هو في الاخر مبالغ. ان الحاجات دي ما كانتش مفعله يا اسامه، مش موجوده. يعني تشتري اي سي دي دلوقتي ما فيهوش طابع الصاصين، مش موجود خالص. عالميا موجود طبعا ده. ايوه طبعا، حضرتك اي بلد بنعمل فيها حفله كنا قبل ما نطلع. ده انا بتكلم على السي دي، السي دي لو اشتريت سي دي من بره عليه طابع اساسات لا، او هناك يعني. المنتج ممكن يبقى مش احنا الطابع ده عاملينه ليه، عشان بيحصل لعب في النسخ. يقول لك انا بعت 200 وهو باع مليون. ايوه، لكن بيشتري هو بنعلمها الصحيم. يعني كنا عاملينها علامه مصحه، يعني ان احنا نقدر نجيبها. دي حاجه لكن بره برضه ما كنا عيال قوي، يعني كنا مش فاهمين الموضوع. احنا كنا فرحانين ان احنا ناجحين وخلاص. ويديك عايز اقول لك على حاجه، النهارده تيجي تقول لي هو ليه المستوى الفني انحدر، مستوى الفني انحدر لان الفنان النهارده غلبان وما عندوش قوه الرفض. احنا عايزين نقوي قوه الرفض عنده، وقنوات كتيره، والقنوات كتيره، قنوات الاغاني بقت كتيره. قوه الرفض مقصود بيها قوه ان هو يرفض العمل الرديء عشان بالزبط. خاطر ما هوش مضطر له. انت عارف النهارده لما ببص على الموبايل ابلكيشن دي انا ببقى فرحان، عارف ليه؟ لان شايف ان تعبي ما راحش على الفاضي. اهي الاغاني اللي انا عاملها من 15 سنه لغايه اللحظه اللي انا قاعد فيها دلوقتي بتجيب لي فلوس. هي دي الفكره، ان انا حاسس بالامان حتى لو بيجي لي 100 جنيه في اليوم. صح. مش فارق معايا. لا، هو امان ان انت بتاخد حقك بالظبط. طيب. خاصه ما بعد الثوره، ما بعد الثوره يعني عندي اولاد وعندي في غيرنا يا عيني. خلينا ممكن اقول لك موقف يا اسامه، معلش تخليني اروح لفاصل. أوكي. وارجع. أوكي. اسمع الموقف من الفنان حميد الشاعري والاستاذ ايمن باكت عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد منذ قليل اجتماع مع عدد من أعضاء الوفد المصري المرافق ليه خلال زيارته لإثيوبيا، بيبحث معهم آخر تطورات الهجمات الإرهابية اللي تعرضت لها عدد من المقرات الأمنية في سيناء، والاطمئنان على حالة المصابين. السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال للرئيس السيسي بيتابع بشكل مكثف الحادث، وأجرى اتصالات من مقر إقامته في أديس أبابا حيث يشارك في القمة الأفريقية مع عدد من المسؤولين المصريين المعنيين بمتابعة الحادث، وعلى رأسهم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان للوقوف على آخر التطورات وبحث آليات مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بملاحقة الإرهابيين المعتدين وتصفية أوكارهم. برضو مفيش يعني أرقام مؤكدة غير آخر أرقام كانت جات لنا من الصحة في شمال سيناء، وهي 25 شهيد و36 مصاب. مرة تانية برحب بالأستاذ أيمن بهجت قمر والفنان حميد الشاعري. كنا قبل الفاصل توقفنا، قلت لي هدي لك مثال صغير. كان بنت الشاعر الجميل فتحور الله يرحمه، هي الورثة يعني. نعم. وكان هو عامل النشيد القومي السابق اللي هو الله أكبر مع الملحن الكبير محمود الشريف لليبيا. نعم. 43 سنة نشيد قومي لمدة 43 سنة في كل المحافل، في كل يوم وفي كل الإذاعات.
وعايزه تحصل حق الاداء العالي اللي بتاعه. انا عرفت الموضوع ده بالصدفه في الجمعيه يعني. لما رحت الجمعيه في مصر لقيت قاعده قلت لها، قالت لي يا استاذ حميد انا عايزك في خدمه كذا 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 كذا. فانا رحت مكلم على يعني صديق احمد جداف الدم من زمان يعني، وكان عارف ان انا معارض يعني وكذا، وعلاقتي كلمت احمد قلت له في موضوع كيت وكيت وكيت، تكرم احمد وعطى للناس حقوقها فعلا. هو اللي نعم. دفع حقوق الاداء العلني نعم. الشعر نعم. الكبير نعم. ولو هي سامعانا دلوقتي ممكن تكلمك يعني تقول نعم. دي من الحاجات اللي يعني حاجات مش محتاجه هو الشعر فتحي هورا كمان ده استاذ عظيم وعمل حاجات يعني ما فيش فيلم متهيألي ابيض واسود بيتذاع نعم. لما تلاقيه عامل فيه خمس ست اغاني والاستاذ يعني. الابياري والاستاذ ابو السعود الابياري برضه كان الاستاذ احمد الابياري بيقول ان هم الايرادات برضه لا هو طبعا النظام اللي احنا بنتكلم فيه ده هو ده اللي هيريح الناس يعني ان هو يشوف اونلاين بعينه الشغل اللي بيتذاع وهيقبض على طول يعني اسامه فت... قوانين تبقى قوانين و... قانون تتفعل بس بالظبط يعني موجوده قانون موجوده بس تتفعل نعم, نعم. الزامي طيب يعني احنا بنقول ان احنا قدامنا ده يعني هناك فصل ما بين المؤلف والملحن الموسيقي وفصل بين قطاعات اخرى من الفن مش كده يعني مالكمش دعوه مثلا بالسينما لا ازاي احنا المشروع اللي بنتكلم فيه مع وزاره التخطيط ومع مساعد الوزير للتكنولوجيا ليه علاقة بمحاربة القرصنة بالنسبة للموسيقى وللسينما وللفن ولكل شيء والبرامج التلفزيون يعني احنا انا برضو انا مش عايز اتكلم في تفاصيل قوي ولكن هو الهدف من ده ان انت بتحمل على المستخدم مبالغ رمزية جدا عشرة ساغ الأغنية جنيه الفيلم البرنامج 50 قرش تسعيرات بسيطة جدا تقدر النهاردة من خلالها تدخل للناس إيراد في برامج في برنامج معمول الأيام دي في ألمانيا البرنامج ده زي البرنامج اللي احنا عندنا في شركتنا اللي عاملينه ده اللي هو بيراقب بالبصمة الصوتية برضه فيقدر يلقط الأغنية لو نزلت بشكل غير قانوني على أي موقع وإحنا بنراسل هذه الشركة الأيام دي عشان الدولة تستعين بهذا لأن في الدستور الجديد أساسا المفروض جهاز يتأسس لحماية الملكية الفكرية لحماية أولا في فرق بس لازم أقوله بين الحماية وبين التحصيل هو مش هيبقى جهاز للتحصيل هو هيبقى جهاز للحمايه الجهاز هو اللي عنده هذا السيرفر الكبير اللي يقدر يلقط اي اغنيه نازله بشكل غير قانوني في تنظيم في مش عارف مركز حاجه لتنظيم مش عارف ايه كده هو اللي لو بعت اوردر لشركات الاتصالات زي تي اي داتا زي مونوم زي 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 هو ده اللي يقدر يقول له شيل ده وامنعه دي بقت سهله كده الحاجات اللي سهل الحاجات دي انت تمسكها بقت سهله بتحصل نعم. طب انا عايز بس اقول للناس بس المشاهدين الكرام عشان واضح ان الدنيا ملتبسه شويه معاهم احنا بنتكلم احنا بنبني البلد دي في المرحله بالزبط. اللي جايه بنى البلد معناه ان كل حاجه تبقى في مكانها محطوطه بشكل بالزبط. سليم وطبيعي زينا زي العالم المتقدم مقننة. عايزين امريكا استاذ اسامه 50% من دخلها من حمايه الملكيه الفكريه 50% من هوليوود احنا اساسا كمجتمع مصري بقى احنا عندنا تاريخ فني عظيم يجيب كنوز لينا وللدوله اللي اتباع يعني ما هو اتباع بس في حاجات برضه حميد بقت تحولت الى تراث فإيراد اللي احنا قاعدين نتكلم فيه ده كله بيدخل برضه موضوع التراث التراث يعني ده موضوع لازم انت طب الناس بتسالكم طبعا لان الظرف النهارده طبعا اللي موجود ومشاعر الناس الملتهبه بسبب ما يحدث في صحيح. في سيناء انا حاسس والله في الاسامه لا لا يا استاذ ايمن بس لانه احنا النهارده احنا معرضين في كل يوم وفي كل لحظه طول ما الجماعات الارهابيه موجوده مندسه في وسطنا ان كل يوم ان هيطلع لنا حدث من مثل هذه الاحداث ان شاء الله في كل الاحوال مش في معظم الاحوال زي ما حصل دلوقتي بنقدر اننا نواجهها قبل ما هي تحصل لكن هل النهارده في حاجه ممكن تتعمل فنيا الناس بيسالوك بيقول لك زي اغنيه سينا اللي عملتها زي بشر الخير مثلا يعني بشر الخير انتاج ايمن وعمرو مصطفى عمرو بعد كده لما جالنا جسمي جاب سبونسر بقى ليها بقى. يعني يعني مفيش المنتجين ما دخلوش في انتاج الاغاني دي يا خالص احنا خلص. الفنانين هم اللي وقفوا وعملوا كل الاعمال الفتره اللي فاتت دي شعورك ايه بس الناس بيقولوا ايه كلام. احنا عارفين بلدنا كويس يا ريت تجيب الاحداث عايزين نعرف اخبار اخواتنا هناك ايه يا استاذ مصطفى يا استاذ محمد يا استاذه هبه يا استاذه ناديه عايز اقول لكم بس يعني ان المعلومات اللي عندنا هي اللي قلناها اكثر من ذلك من معلومات اي حد بيقولها هو بيفتي في هذه المعلومات لان القوات المسلحه تولت الامور هناك والعمليات جاريه ولا يتم يعني خروج تفاصيل ولن تخرج تفاصيل الا بعد انتهاء العمليات والباقي كله عباره عن تخمين والناس برضه يا اسامه مش عارفه ان دي حرب فعلا هو في حاله صعبه جدا حميد في المجتمع وفي حاله يعني المجتمع محتاجين نحسن من التعليم ومن الفن ومن الازهر محتاجين طيب. فعلا عشان المجتمع تسمح لي عشان معايا على التليفون الفنانه غاده رجب اهلا بحضرتك
استاذ اسامه، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ، اهلا بيك. وطبعا يعني قبل كل شيء خالص التعازي لاسر الشهداء في سينا، وخالص التعازي لنفسنا احنا شخصيا، وحمد الله ونعم الوكيل حقيقي. يعني برحب طبعا بالشاعر المبدع دايما ايمن بهجت قمر، اخويا وصديقي الفنان اللي وحشنا جدا حميد الشاعري. لا شيك، اهلا وسهلا يا غدا. طيب استاذه غدا، يمكن لو متابعه معانا الكلام اللي بيقال، وطبعا احنا زي ما كنا بنقول من ثواني احنا في سبيلنا اننا نبني مؤسسات البلد، واننا نبني القوى الناعمه اللي دايما بنتغنى بيها وبنقول القوى الناعمه لمصر، وفي نفس الوقت ما بنديش هذه الصناعه الحاجه اللي يعني تبنيها بالشكل الكافي. تفتكري الاجراءات اللي بيعملوها الشباب في المجال ده هتعمل حاجه انها فعلا تنعش الصناعه دي؟ ان شاء الله. انا كل يعني عندي نظره تفاؤليه بالفكره اللي قام بيها يعني كل المجموعه من الشعراء والملحنين. ويعني طبعا يعني انا ايمن كلمني، انا مش قادره اقول لك الفكره قد ايه فكره فيها مصلحتنا كلنا، يعني طبعا كشعراء وكملحنين وكمطربين كمان. يعني ده الجديد، واعتقد ان انا مش عارفه ده صح ولا غلط يا ايمن، يمكن يصحح لي. انا سامع ان هيبقى في موزعين برضه داخلين، او لا هو في فعلا غدا، هو في موزعين بقالهم سنه ونص معانا، والاول مره بنحصل لهم حقوق عن الاداء العلني كحق مجاور، لان هم كان عمرهم ما خدوا حقوقهم دي. فدي طبعا يعني دي حاجه بتحفظ حقوقنا كلنا، هتنعش الصناعه، لان هي فعلا احنا بقالنا فتره طويله الدنيا فيها يعني ايوه كل واحد بيكافح وبيجتهد من ناحيته، بس في يعني لما يبقى كلنا احنا كل دي في مصلحتنا كلنا، احنا كلنا زي عيله واحده كشعراء والملحنين، ودي مصلحتنا كلنا في النهايه. فده كل ده هينعش الصناعه اكيد في الفتره الجايه. انا حاسه ان الموضوع ده يعني هيغير موازين كتير، يعني الجاي هيبقى اجمل واحسن، واحنا مفتقدين حاجات كتير. اعتقد ان انا متفائله وحاسه ان انا في ايد امينه يعني. وتمص دمنا كتير والله غدا، من ناس كانت كل هدفها انها تاخد حقوقنا وانها هي تكسب لوحدها، وما بيهتموش بينا، وعملوا لنا عقود اجحاف سنين. فاعتقد خلاص راح زمانهم، لان العصر دلوقتي بقى عصر زرار انتر على الكيبورد، تقدري تنشري شغلك وتنزليه وتنبسطي بنجاحك، لان خلاص السوق اختلف تماما يعني. طيب اسلوب طبعا. طب بشكرك يا استاذه غاده رجب، ومعايا على التليفون برضو الفنان مصطفى قمر. اهلا بحضرتك. مين انا معاك، انا اسامه كمال وحميد الشاعري وايمن بهجت قمر، كلنا قاعدين لك اهو. يا حبيبي صباح الفل. صباح الجمال. مين يا مصطفى؟ طيب هو واضح ان هم اخدوا مصطفى على اخوانا كده في الوقت. بتعشى على اخوانا، وانا كنت مفكر مش عارف برنامج ايه. اولا ازيكم، انا مبسوط جدا ربنا يخليك ان انا بعمل مداخله معاك يعني، وبرحب باخويا وحبيبي الفنان حميد الشاعري، وبرحب اخويا الصغير الجميل ايمن بهجت قمر. حبيبي يا درش، ومبسوط ان انا معاكم. ربنا يخليك، اهلا بيك. احنا بنتكلم استاذ مصطفى، بنتكلم اساسا دلوقتي على الحقوق الاداء العلني بالنسبه للمطربين وبالنسبه للملحنين وبالنسبه للموزعين وده ومؤلف الدراما على فكره كمان، ومؤلف الدراما طبعا مخرجين. فبالتالي احنا شايفين الخطوات اللي بتتاخد، خايفين لا يوصل للناس احساس ان ايه ده يعني الفنانين كلهم قرروا يعملوا معانا زي ما الحكومه بتعمل، ويبقوا بياخدوا مننا فلوس. ابدا لا، ده قانون. فانت رايك فيها ايه؟ يعني أبداً. ليك ناس محبينك وعايز تقول لهم ان ده اللي بيحصل ايه، عشان يعني هو يقول لك هو انتوا مش كفايه عليكم اللي انتوا بتاخدوه، اجوركم عاليه جدا الدنيا، انت شايفها ازاي؟ والله ما يعرفوش حاجه والله، ومنظره بس تعرف احنا اقل فئه في الفيلم اساسا. يعني انت جبته بشكل، هو انا مالف وانا قاعد دلوقتي. بصراحه بشكل ما جاش على بالي بالطريقه دي، لان هو مش هيحصل حاجه اضافيه عن اللي كان بيحصل زمان. كان زمان بينزل المستهلك يعني او الجمهور كلهم بينزلوا يشتروا الالبوم او الاسطوانه يعني، او شريط او اي كان الوسيله. مظبوط، كان بيدفع في الوقت ده 4 جنيه، وبعد 5 بقى 6 بقى 7 بقى 8 جنيه في الحته دي، وكانت الاسطوانه تقريبا بحاجه و30 جنيه او ب40 جنيه او كده. فهو الموضوع هو نفس اللي كان هيحصل. ده كمان مش نفسه يا مصطفى، ده احنا يعني المستهلك المستهلك لا مش هيخش في الموضوع ده خالص من السوق. لا هو هيشتريه من
على الانترنت. هو بيتكلم عن ايه؟ يعني انا صرفت عليه فلوس مثلا اندكت ودفعت فلوس في الكلام ده وخدت اجري مستني اجري اخده من المبيعات بتاعتي. يعني انا يعني انا لو هغني وعشان الناس مثلا انزل لها اغاني وانا ما باخدش فلوس طب انا يعني هاكل واشرب منين؟ هشتغل ازاي؟ والمنتج هينتج ليه برضه؟ والمنتج هينتج مطرب انا كراجل منتج هاكل واشرب منين؟ بالظبط. طيب بس ده يا استاذ مصطفى ده اللي احنا بنتكلم على ان انت تاخد من الناس لو ينزلوها من على الانترنت، لكن الاداء العلني النهارده لو النهارده بنتكلم على مثلا في كافيه وكلات. ناس قاعده والكافيه دي بتاخد 10 جنيه او بتدفع 10 جنيه على كل اغنيه بتشغلها في الكافيه، ما هتحملها على الراجل اللي قاعد على القهوه 100 جنيه في الشهر ده حاجه ده على كل اغنيه. لا انا عايز اقول لك على حاجه، الكافيه بيبقى 100 200 في الشهر على كل طفل. النسبه اللي هتتاخد ولا حاجه في الـ في الـ في الـ في الكافيهات او في الاوتيلات او الحاجات دي كلها دي المفروض ان هي هتبقى نسبه ضئيله جدا. اولا عشان نحمي حقوق المؤلف والملحن، سيبك من المطرب انها هتبقى حقوق ضعيفه جدا، انا بكلمك عن حقوق المؤلف والملحن. الراجل اللي عمل اغنيه بتاعته والاغنيه بتتحط في كل مكان وهو مثلا مش لاقي فلوس مثلا يتعالج، مش لاقي فلوس يعيش، ده اساس الموضوع. ازاي هو اساس الموضوع يعني هيكمل مش بتاعه ده ازاي؟ فاحنا فالكلام ده على فكره احنا مش مؤلفينه، يعني هو الكلام ده موجود في الدنيا كلها في امريكا واوروبا وفي كل حته. احنا بس اللي عندنا الموضوع. وبعدين لما صاحب الكافيه هيلاقي ان الحاجات بتاعته دي بياخدها اوريجينال وبيبيعها وكده، انت كمان حرفت على ان المصنفات ما فيش اي حاجه هابطه او ركيكه هتتباع في حته، لان هيبقى خلاص في كنترول على الكلام ده. لا ازاي يعني انا النهارده لو عندي كافيه وقررت ان انا ازيح حنبله، يعني مين اللي هيعمل ده؟ استاذ شاعر حنبله لازم ياخد حقوقه وملحن. احنا مش هنتكلم على حد، بس ليه حقه ان هو ياخد حقوقه؟ طبعا الكلام اللي هو بيخلق لنا جيل من الاولاد والبنات انهم بيسمعوا حاجات بالشكل ده فبيأثر على سلوكهم وبيأثر على شكل المجتمع. وعلى فكره احنا بنعاني من 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 من, من طريقه الناس اللي متعلمه الطريقه غلط والناس اللي مش متعلمه. مش بقول جهل يعني، لا على فكره في واحد ممكن يبقى مش متعلم بس سلوكه متحضر يعني. متحضر. فانا بكلمك ان الفن احدى الوسائل اللي بتأثر في سلوك الفرد، بالذات السينما والأغنية. يعني السينما الناس بتقلد السينما وبتقلد الشخصية اللي بتحبها بيقلدها، وبالنسبة للأغنية بيمشي يردد كلام، فالكلام ده بيتحول لكلام عادي، بيتحول للغه الحوار اللي موجوده في المجتمع. بالظبط. طب انا بالمناسبه مستنيك تيجي لي في قناه 360 يا استاذ مصطفى قريب. اولا ده شرف ليا، وبعدين خلي بالك يعني انا اعرفك من زمان يا اسامه. طبعا بس بقالنا كتير ما اتقابلناش. اسكندراني من زمان. انا بس عايز قبل ما مصطفى يقفل سعيد جدا بالمداخله دي، وعايز بس اقول حاجه، ان مفيش حاجه الموضوع مش مفروض، دي سلعه ترفيهيه اللي عايزها بيدخل على الانترنت وبيحمل الاغنيه بفلوس قليله جدا، ولتكن مثلا بجنيه شريط بجنيه مخفف وخلاص 99 سنت برضه لاي مطرب. هنزل الثمان اغاني هيدفع 8 جنيه، هينزل اربع اغاني 80 قرش يا مصطفى ما تشطحش. هي ده مش 8 جنيه للشريط كله، 80 قرش ده جنيه للشريط كله، عايزين جنيه للشريط كله يا مصطفى. انت بتنزل بتعمل انت وحميد. انا بديك مثال، انا ما اعرفش ده طبعا يعني بيبقى نبتدي بس نبتدي بالظبط. لا انا بكلمك على المقترح نفسه، يعني يبقى متناول الناس مبدا ان شاء الله يعملوه كله زي ما انت بتقول، يعني مش مشكله بالظبط، مش ده الموضوع بالزبط. بس يبقى الموضوع مقنن وليجل، ما يبقاش الموضوع ان اي مجهود بيبذل والناس بتتعب فيه. صحيح. في مواقع تانية بتكسب منها، في مواقع تانية بتكسب من غير وده حق الملحن وحق الشاعر وحق المنتج، هو يقبض الفلوس دي عشان يقدر يبدع ويقدر ياكل ويشرب. لكن هو لما ياخد مبلغ مقتطع مثلا وعامل ده بره، انا عايز اقول لك ممكن واحد باغنيه واحده بي بي بيعيش بيها مدى الحياه بغنوه واحده. صح صح. انا بس عايز اشكر مصطفى قمر جدا على مجهوده. وعايز اقول لك على وقعه في امريكا، يعني حتى كان في سيب الميكروفون يا مصطفى، فلقيت الاغاني بتنزل 99 سنت وعلى السيطره، فحبت تعمل
السايت بتاعها ونزلت الاغاني خليتها بحاجه 40 سنت او كده نص، فناس كتير دخلت وبدات هي تبيع تبيع، عملت ملايين الدولارات. فراحوا لها الاف بي اي الانترنت ومسكوها من البيت وخدوها عملوها خبطوها البيت فعلا وغرموها كمان نزلته كذا ساعه كذا كذا عشان يحمي حقوق الصناعه بتاعته، عشان الصناعة تفضل موجودة وشغالة. طب الأستاذ أيمن عايز يقول لك حاجة. أنا عايز أشكرك يا مصطفى جدا، عشان يمكن في ناس كتيرة مش عارفة قد إيه أنت يعني تعبان معانا في الشركة من غير أي حاجة. يعني مثلا مصطفى مش من مؤسسين الشركة بس بيتعامل كأنه يعني شركته هو، مجهودات فظيعة، اهتمام، مش عايز أقول لك مشاكل هو بيحلها. هي ليه شركة مش مؤسسة مش منظمة؟ لا جماعية. منظمة يعني قصدي مش جمعية قصدي. لا هي شركة مساهمة عملها مجموعة من المبدعين، لكننا مش عايزين نبقى جمعية عشان احنا عاملين سيستم احنا اللي قادرين نعمله ونحققه، ما مش نلاقي نفسنا دخلنا في متاهات بقى الجمعيات. في متاهات تانية كتير يا ايمن، وفي في العالم كله يعني جمعيات وشركات. ايمن يعني انت عملت جمعيه؟ طب احنا عشان لسه معانا بس مصطفى على التليفون. لا يا حبيبي مفيش حاجه، شكرا يا ايمن، انا بشكرك طبعا وانا مبسوط جدا من المجهود المبذول من كل الناس الجميله، لايمن بهجت قمر والفنان الجميل حميد الشعري اخويا وصديقي. تعرف حميد ده حبيبي يعني ده عشق، ده حبيبنا كلنا. لا يعني ميدو ده العسل بتاعنا. انا بقول لك انا بالنسبه لي يعني سعيد ان في خطوه ايجابيه في الموضوع ده الحمد لله. وعلى فكره مش هم يعني المستهلك مش هيتحمل، مش هيحس خالص. افكار كتير جدا هو بسيطة يعني سهله جدا وسهله ان هي تتعمل وهتتحط على فاتوره النت الكلام ده كمان بطريقه ما للدولة مثلا في شكل ضريبة. اكيد هتطلع منها ضرايب. هو انت فاكر ان الفنانين هيبقوا فلوس؟ لا ده كان المقترح كده، المقترح ان هو يبقى جنيه نص ونص يعني بين الدولة. لا الدولة تاخد التلت اساسا. هي حاجة يعني نوجهها بقى الحاجة بقى نوجهها للتعليم، نوجه للصحة، نوجه للنظافة في الشوارع، نوجه لأي حاجة أو ننتج يبقى في إنتاج كمان مشروعي. لازم يعني تساعد مش بس بالأغاني والأفلام، لا موضوعات عمليه صحيح. يعني لو محتاجين في اي حاجه احنا نساعد فيها. مستنيك يا استاذ مصطفى في القاهره 360. شكرا وانا سعيد جدا. بشكر حضرتك. شكرا يا مصطفى. شكرا خليك. انت فاكر ان الحكومه هتاخد التلت والتلتين اللي انتوا هتاخدوه مش عليه ضرايب؟ هندفع عليه ضرايب. والحكومه هتاخد بقى كمان نسبتنا في الاعمال التراثيه كمان. لا هي كانت هو المقترح ده مقترح يعني مش قانون، يعني احنا بنقدم مقترح ان مثلا مبلغ معين، مبلغ يروح للحكومه ومبلغ يروح للشركه اللي هتدفع اللي هي مثلا هي انت بتعيد تاسيس صناعه على اساس تحسن خدماتها وتحسن كده صناعه بالظبط بجد صناعه. وكده دلوقتي يعني الشركه دي اتقامت في الوقت المناسب يعني فعلا وقت من ان في منافس ثانيه. انا ممكن اتعاقد مع شركه بره بالظبط، انا ممكن اتعاقد مع شركه بره لكن انت تعملها تبقى شركه وطنيه طبعاً موجوده من كلام فعلا وتبقى الدوله مستفيده والشركه البلد. اللي هتجيب لنا حقوقنا بمراقبه واشراف الدوله طبعا. صحيح. طيب صحيح. يعني عندي ايمن بيقول الاستاذ ايمن بيتكلم عن حقه ده نوع من الانانيه، فين حقوق الناس القائمة عليها الصناعه؟ افهم من الكلام ده محلات السي دي تقفل احسن ويفتحوا موقع. هو مفيش محلات سي دي. ما هو برضه عايز اقول لحضرتك على حاجه، محل السي دي النهارده هو من بدايه هو من اسباب فشل الصناعه. نعم. حضرتك روح للاستاذ اللي بعت لك الايميل دلوقتي حالا، لو لقيت ابعت تتفرج على السي ديات اللي بتتباع في كلها كوليكشن اغاني. دمرت سوق الكاسيت والسي دي، بيقعدوا يجمعوا حميد كله ويبيعوه بشكل غير قانوني. نعم. وهم من اسباب اساسا فشل الصناعه. فالنهارده ما بقاش في حد بيروح يشتري بسبب الصناعه اللي باظت وهم من اسباب فشلها. النهارده هو يقدر يعمل على موقع بعد كده، ودي من فكرتنا الاساسيه ان الدوله برضو النهارده تقدر تدي المواقع للشباب اللي عايز يشتغل كانه فاترينا لشغلنا كله، ويبيعه وياخد نسبه منه، هيبقى دخل ليه عادي بيدخله من على الانترنت. طب انا عندي سؤالين، سؤال ليك وسؤال للاستاذ ايمن كده يعني قبل ما اختتم. بره موضوعنا موسيقى المهرجانات، عارف طبعا موسيقى المهرجانات طبعًا. اللي اسمها كده يعني. نعم. اللي طلعت الجديده دي. نعم. اللي غزت ودنا بشكل مؤلم دي يعني هي مش غزتنا احنا جيل تاني يا استاذ، بس ما انت بتسمعها وانت معدي في اي حته وبعدين شغاله على التلفزيون وشغاله في الاعلانات وشغاله في البريكس، جت منين وعملت فينا كده ليه؟ شكل عمل شكل غنائي يا اسامه و برافو عليك. عمل شكل غنائي فعلا بجد يعني وناجحين جدا يا اسامه بعيدا عن الكلام يعني اللي ممكن يبقى فيه اختلاف عليه. انا متألم
احنا مش متألمين، يعني احنا ما نقدرش نتكلم، يعني احنا نتكلم ان احنا نرد بعمل، لكن ما نردش ان هم مثلا كده، لا بالعكس لازم احنا احنا اللي نرد. انت عمرك مشيت على كورنيش النيل كده وعديت بالعربيه بالليل طبعا، وسمعت انا بهيص عليها الصراحه، بتهيص عليها الصراحه الصراحه. وانت يا ايمن صاحبي خايف ما تقول هو برافو عليه ليه؟ ان احنا فعلا الولاد دول بعيدا عن انتقادك للي بيقولوه، ولكنهم اخترعوا شكل. طبعا انا ما عنديش مشكله في هم بيقولوا ايه، انا عندي مشكله لا ده انا عندي مشكله بيقولوا ايه وما عنديش مشكله في الشكل، شكل بالظبط، لان ده شكل موسيقي هم اخترعوه واللي جيله طالع جيله طالع. الاستمراريه بقى لازم الاستمراريه ظاهره، ده هم الوقت اللي عايزبت ده، قال هم فعلا هينجحوا وهيستمروا. الاستمراريه دي احنا ما نقدرش نتكلم عنها طبعا طبعا، بس هم شكل يا اسامه شكل وناجح جدا بره، نجح بره اريبيان هيب هوب سمين، يعني حفلاتهم في كندا وفي امريكا بيكسروا الدنيا رجاله. عشان كده لو قالوا كلام بس مختلف بالشكل ده ممكن يبقى الموضوع احسن، وبيكلموا هو بيكلموا على واقع بس باللغه ممكن كشاعر انت طبعا طبعا تتحسن بس. صحيح. طب اسالك انا بقى السؤال اللي هو الناس كلها عايزه تساله لك، اولا عشان تعرف تاثير الاعلام، ادي محمود ماهر بعت لي بيقول هل عمرو دياب انضم ايضا لشركه اريبيان نايتس؟ لا نايتس لا قار نايتس عشان تعرف حضرتك طبعا امال ايه، لا ما انضمش عمرو دياب، هي اريبيان رايتس اللي هي يتمنى طبعا العربيه العربيه طبعا ان عمرو عنده الحان كتيره حلو جدا يعني. طب يلا عمرو دياب انضم الى هذه المجموعه وهذه الكوكبه. برضو سامح احنا مش اعداء حد والله والله، يعني الموضوع كله حقوق، حتى احنا عايزين يجي حقوق المنتج، احنا مش ضد المنتج، احنا عايزين المنتج يعني. قاعدين بنجتمع مع وزاره التخطيط كل اسبوع عشان خاطر المنتج يعني. انا اقول لك موقف انا والله صدمت منه، كان ايمن بيكلمني في التليفون 4 الفجر بعد المؤتمر بيقول لي احنا عايزين نعمل اجتماع مع احد المنتجين معارض فكره والله استاذ محسن جابر، انا ما انت اللي قلت لي الموضوع، ان ايمن قال حميد عايزين نجهز اجتماع مع محسن وكذا وكذا عشان نظبط الامور اللي نقدر نعمله في الفتره الجايه. انا صدمت باللي حصل يعني مش عارف. لا هو بص استاذ اسامه الاساتذه بعيدا عن مين او مين، يعني في بعض منتجي الكاسيت اتعودوا انه يقدر يقعد مع المطرب يتفاوض، المطرب يقول له لا انا هاخد منك دي، ويقول له طب انا هاخد منك دي، يعني يقعدوا يتفاوضوا. في ثقافه عندنا ان الشعراء والملحنين والموزعين دول اقل، فما فيش تفاوض اساسا، مش عاجبك مش هشتغل معاك، في 10 غيرك هو كده موروثه موروثه. فهي ثقافه. اسالك احسن، احنا عندنا وقتنا اسالك السؤال يعني الناس كلها عايزه تساله لك، انت ليه منعت الناس ان هم يسمعوا ويشوفوا نانسي عجرم في اغنيتها على اليوتيوب؟ والله بص موضوع نانسي، انا اللي كلمت نانسي عشان تعمل الاغنيه دي مع هذه الشركه، وانا اللي اتصدرت في الموضوع، وكان جزاء الموضوع ان هم اخذوا صوره نانسي وعملوا اوت دورز في الشوارع لاعلان جل او فازلين، وتعدوا على الحقوق، يعني حتى التعاقد اللي كان بيني وما بينهم ان هم يعملوا اغنيه وطنيه لمصر بعد بشرة خير، وهم تحمسوا زي مصريين كتير وقالوا عايزين نعمل اغنيه لمصر، وجم انا وصديقي عمرو مصطفى نعمل الاغنيه دي، وفوجئنا بموضوع الفازلين ده، فطبعا عشان كده يعني احنا مش عاملين اغنيه للفازلين يعني. ده كان اعتراضك على الفازلين مش اعتراضك على اكيد لازم على حقوق الاداء العلني. لا ما حدش يقدر يجي جنب حقوق الاداء العلني، لان انا محافظ على حاجه تعترض على الفازلين، انا معترض على الفازلين طبعا يعني مش وقت فازلين خالص يعني. نعم بس طيب يعني انا بشكركم، ويعني اتمنى لهذه الصناعه زيها زي كل الصناعات اللي عندنا في مصر انها تبقى يحصل لها نوع من الهيكله الاساسيه عشان تبقى صناعه مربحة. انا عايز اشيد بعمرو مصطفى برضو عشان انا نسيت اقول دوره معانا، صراحة عمرو ليه دور مؤثر جدا، صوت مسموع بيقدر يقف معانا دايما في مشاكلنا دي، فبشكره من خلال برنامج حضرتك برضو يعني. بشكر حضرتك بشكر، ونرجو المتابعة منك يا اسامة برضو في القضية دي يعني، متابعين معاكم يا ريت وتشرفونا. احنا لينا 200 جنيه في الحلقة دي حقوق اداء على ما زعتوش، انا متبرع بيه ما زعناش اغاني، بس انت شخصيا ثلاثة ده يبقوا 200 جنيه. الله يحفظك يا اسامة. بشكر الفنان حميد الشاعري والمبدع النجم ايمن بهجة قمر. يعني عايز اقول لحضراتكم كده واحنا بنختتم، اننا احنا بنبني البلد دي بكل اشكالها وكل احوالها، وهتبني باذن الله مصوره في كل، وهتبقى بلد يعني زي اللي بنتمناه واحسن من اللي بنتمناه ان شاء الله. اللي حصل النهارده في سينا لناس كتير قوي بيقول لنا فين التغطيه، هو انتوا ليه عاملين تعتيم اعلامي؟ ما عندناش معلومات يا جماعه، ما وصلناش معلومات غير اللي قلناها لكم. الناس بتقول لنا هو في اوامر بالتعتيم الاعلامي؟ ما فيش اوامر بحاجه، لازم يجي لي معلومه استوثق منها اقولها لحضرتك. حتى لو في اوامر يا اسامه دي حرب يعني في امنيه، بس خلينا نقول ما جاش اوامر،
ولا جت اوامر، لكن المعلومات اللي عندنا قلناها على مدار الثلاث ساعات اللي احنا موجودين معاكم فيها، مفيش معلومات اكتر من كده متوافره ولا ممكن ان احنا نعملها غير هذا الشكل. الناس بتبعت لحضراتكم تحياتهم من مشاهدينا وبيشكروكم. شكراً. بشكركم واشوفكم بكره على خير وتصبحوا على خير. هذا البرنامج برعايه